أقر فخامة السيد الرئيس الجمهورية استراتيجية تمكين المرأة 2030 كوثيقة وخطة عمل للأعوام القادمة، وأطلق عاماً للمرأة 2017، وأطلق عاماً للإعاقة 2018، وأطلق عاماً للتعليم 2019، وقبلهم عاماً للشباب 2016. خصص الدستور المصري 25% للمرأة في المجالس المحلية. لدينا 15% من النساء داخل البرلمان ونحلم بالمزيد. 25% من وزيراتنا يحملن ملفات مهمة وما زلنا نحلم بالمزيد. عينت أول مستشارة للأمن القومي لفخامة رئيس الجمهورية. ولدينا الآن محافظات من السيدات وكان حلم للعديد من الأجيال واستطعنا كسر الحاجز السوداني. عقوبة الختان، تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وقانون الإعاقة وتغليظ عقوبة التحرش. إن الإرادة السياسية والاقتناع الكامل لفخامة السيد رئيس الجمهورية بدور المرأة المصرية يجعلنا في عصر ذهبي ونحلم كل يوم بالمزيد والمزيد من حقوق المرأة. معالي الوزيرات، رؤساء ورئيسات الوفود، في نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أثمن على المجهود المتميزة التي بذلتموها في بلادكم لرفع شأن المرأة الإفريقية.